أهلا بكم. الموروثات الشعبية الخاصة بالثعابين منتشرة في كل مكان في العالم، كل دولة لها الموروثات الخاصة بها. هنتكلم عن المملكة العربية السعودية والخليج عموما، لأنه بيئة المملكة العربية السعودية والخليج قريبة من بعضها، ثقافة الناس قريبة من بعضها. إيش اللي يهمنا في موضوع الموروثات الشعبية؟ اللي يهمنا أنه نعرف إيش المعلومات الموجودة، إيش الأشياء المتوارثة المتداولة، نوع من الحفاظ على التراث ونوع من التفكير، إيش الحاجات هذه وليش قالوها وكيف طلعوها أو كيف وصلت ليهم. المملكة العربية السعودية والخليج زي ما قلت البيئة قريبة منها، فحنتكلم عن منطقة الخليج لكن حنركز على المملكة العربية السعودية. في جنوب المملكة في ثعبان اسمه ضحك. ضحك لو لدغ الشخص بيفضل يضحك 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 لغاية ما يموت. وفي ثعبان تاني برضو في جنوب السعودية بيقولوا لو لدغ الشخص والشخص نام الشخص حيموت، لو الشخص فضل سهران الثعبان هو اللي حيموت. وعشان كده أهل القرية لما يكون في شخص ملدوغ بيفضلوا طول الليل سهرانين عشان الشخص لا ينام. أشياء كثيرة جدا موجودة في منطقة الخليج، عن الثعابين اللي بتطير، عن الثعابين اللي عندها ريش وعندها أجنحة، والثعابين اللي عندها جوهرة، وفي أشياء كثيرة جدا، في قصص كثيرة جدا عن جوهرة الثعبان وكيف انه الثعابين بتنتقم وكيف انه عظام الثعابين سامة. اشياء كثيرة جدا اتكلمنا عنها في حلقة الخرافات. في السعودية في معتقد سائد وبرضه موجود في الخليج، انه اي ثعبان بيكون داخل المنزل بيكون ساكن او بيسموه عمار المنزل اللي هو نوع من الجن. وكثير سمعت قصص انه في ثعبان ضخم لونه اسود بيطلع في الليل في البيوت القديمة خصوصا، بيسوي أصوات كأنه إنسان ماشي أو كأنه شخص ماشي جوات البيت. أصوات الثعابين طبعا بيقال أنه لها أصوات كثيرة جدا، بتصفر بتصرخ، لها عدة أصوات غير الأصوات اللي تكلمنا عنها في حلقة الأصوات. بتختلف أسماء الثعابين من منطقة لأخرى. طبعا الحكاية هذه حاجة طبيعية لأن كل مجموعة ناس أو كل بيئة عندها الثقافة الخاصة بالثعابين. يعني مثلا الداب الأسود اللي موجود في جنوب السعودية أو التراكتس بيسموه الداب الأسود، بيسموه الأسود الخبيث، بيسموه الأسودي، وبيسموه الوثن. وبيقال في حكمة بيقال فيها إنه لو لدغك الوثن ولم الكفن، يعني لو عضك الثعبان الأسود ما فيها مجال موت محتم. حكاية الأسماء هذه مهمة، بتعرفنا بعض الأشياء عن الثعابين وبتعرفنا خطورة الثعابين. يعني زي الأسود قالوا عليه الأسود الخبيث لأنه من أخطر الثعابين اللي موجودة في المنطقة. الأفعى النفاثة بيسموها أم مشكي أو أم شكوى أو حبثة. طبعا الأفعى النفاثة هذه من أكبر ثعابين منطقة الخليج عموما. الصل الأسود اللي موجود في شمال السعودية اسمه الصل الأسود واسمه اليام. الثعبان الرمال بوا الرمال بيسموها الدفان وبيسموها الدساس وبيسموها الداحوس. في مسميات كثيرة جدا لأنواع كثيرة من الثعابين. الكوبرا موجودة في جنوب السعودية بيسموها الحنش في شمال السعودية. عندنا ثعبان الزاروق اللي هو أبو السيور. عندنا السروان، الرقطة. هذه بعض المسميات لأنواع معينة من الثعابين. أم جرين أو أبو جرون أو أم جنيب، هذه الأفعى المقرنة. حديب الضميان، الحفاة شيطان الحماط، هذه برضو نوع من أو أنواع من الثعابين. وفي عندنا ثعبان يسموه جمل الجن. جمل الجن بيقال أنه طوله مترين وأنه من أخطر الثعابين وأنه كل الدواب تعرفه. الدابة بمجرد ما تشوفه بتتسمر في مكانها، ما تتحرك نهائيا إلا لما يبعد عنها
الثعبان هذا. بمناسبة الدابة الأسود اللي موجود في جنوب السعودية، بيقال إنه بيلدغ من 3 أماكن، من الفم ومن البطن ومن الديل، وبيقال إنه عشان نقتله بعصاية لو ضربنا العصاية بالقوي الثعبان حيلتف على العصاية ويجي يلدغنا، فلازم لما نضربه بعصاية نضربه بشويش بحركة بطيئة كده حيموت. طبعا في قصص كثيرة جدا عن الثعابين وكيف إنها بتهاجم الناس، وكيف إنه في ثعبان بيخترق جسم الضحية، يعني بينط من الأرض وبيدخل جسم الضحية حتى لو كانت جمل، عنده قوة إنه يخترق جسد الجمل. أشياء كثيرة، قصص كثيرة جدا، معتقدات كثيرة جدا عن الثعابين. وناس بيعتقدوا إنه في ثعابين عندها قرون زي قرون الحيوانات العادية، وبيعتقدوا إنه في ثعابين عندها حجر خاص اسمه حجر الثعبان. في الخليج الحاوي اللي بيشتغل بالثعابين، الحاوي ده معروف على مستوى العالم العربي، يمكن في العالم كله المعروف انه في ناس بيشتغلوا بالثعابين، لكن المميز في منطقة الخليج انه في شمال السعودية في ناس بيسموهم ابو تفلة. ليش سموه ابو تفلة؟ لانه بيبصق على الحاجة، يعني بيمسك عقربة بيبصق عليها بتموت من البصقة او التفلة تبعه. العالم هدول بيقال انه لو مسكوا ثعبان وفتحوا فم الثعبان وبصقوا داخله الثعبان حيموت. ايش اللي بيصير بالضبط ما ادري، لكن الحاوي هو الرفاعي هو العيساوي هو ابو طوق اللي موجود في سوريا، كلهم بيشتغلوا بطريقه واحده وباشياء محدده ومعينه. الثعابين دخلت في العلاج الشعبي بشكل كبير جدا، ومعروف انه ثوب الثعبان بيعالج الشعر وبيعالج الرمد، زيت الثعبان بيعالج امراض الروماتيزم، اشياء كثيره جدا متداوله في الطب الشعبي. الظريف في موضوع الثعابين انه لو واحد لدغه ثعبان في اشياء كثيره جدا ممكن نعالجه بيها، مثلا بنزين السيارات، زيت السيارات، السمن البلدي، العسل، بيقال انه كبد الغراب ممكن نقتل الغراب وناخذ الكبد تبعه نحطه على مكان اللدغه، الشخص يطيب، نعالجه بالعجوه بكرشه الحيوان، يعني لو في كرشه حيوان ندخل الجزء المصاب في كرشه الحيوان، السم حيتسحب، نقتل الثعبان ونحرقه وناخذ الرماد نحطه على مكان اللدغه برضه كده حيروح السم. كيس البلاستيك بيقولوا انه نولع فيه ونحرقه ونخليه ينقط على مكان اللدغه برضه بالحكايه هذه السم حيتعالج. أشياء كثيرة جدا بيقولوها، ومعظم الأشياء هذه للأسف الشديد ما هي صحيحة، محتاجة لوقفة ومحتاجة لإعادة مراجعة. الثعابين بيقال انها بتهاجم. في مره افتكر جلست في الباديه مع ناس وكانوا مصممين، كان معايا ثعبان طبعا، كانوا مصممين انه الثعبان يهاجم، وانا يمكن جلست ساعه ونص اشرح لهم انه الثعبان ما يهاجم، وطلعت الثعبان وحطيته امامنا، لكن مصممين انه الثعبان يهاجم ويهاجم باي شكل وباي صوره ويحاول ينتقم من الناس. وفي اعتقاد سائد انه الثعابين بتهاجم الحيوانات، بتهاجم الخرفان، بتهاجم الجمال، اي حيوان امامها، اي انسان امامها بتهاجمه على طول وبتقتل الحيوانات بدون عدد. يعني في ناس كثير جدا اتصلوا علي وسالوني انه لقوا عده جمال ميته ولقوا عده خرفان ميته والثعابين هي اللي بتقتلهم وهي اللي بتتخلص منهم. هذه بعض الاشياء الخاصه بالموروث الشعبي الخليجي الخاص بالثعابين. مهم جدا نعرف الحاجات هذه، ومهم جدا انه نوقف
ونفكر في كل حاجة نسمعها زي ما قلت، لأنها حاجات ممكن نستفيد منها وحاجات ممكن نفيد منها الآخرين. لو عرفنا أن المعلومات هذه غلط نحاول نصحح المعلومات، نغير المفاهيم، نغير طريقة التفكير في الثعابين والأشياء اللي هي بتسبب مضرة، لأنه أحيانا بيكون في معلومة بتسبب مضرة بدل ما تسبب النفع. لو في معلومة زي هذه نحاول نلغيها أو نفهم الناس اللي بتعاملوا بيها إنه الحكاية هذه غلط وممكن تكون مضرة للآخرين. أتمنى إنه نفكر في أي حاجة نسمعها ونوقف عند كل حاجة، سواء الخاصة بالثعابين أو أي موضوع آخر. أتمنى لكم السلامة، وربنا يبعد عننا وعنكم شرور الثعابين. شكرا لكم أعزائي متابعين اليوتيوب. لو أعجبتكم الحلقة وحابين تتابعوني على قناتي ويوصلكم كل جديد، الرجاء الضغط على زر سبسكرايب. تحياتي.